النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم سالت أجواء ربيعية إلى شبه ربيعية في عموم المناطق. ارتفعت درجة الحرارة مقارنة بالأيام الماضية مع ابتعاد الكتلة الهوائية الباردة التي أثرت علينا خلال الأيام القليلة الماضية. خلال الأيام القليلة القادمة يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل متتالي، وبالتالي يصبح الطقس أكثر دفئا وأكثر حرارة خلال ساعات النهار وأيضا خلال ساعات الليل، بالرغم من استمرار الأجواء الباردة خلال ساعات الليل، إلا أنها ستكون أدفأ من الليل التي عشناها خلال الأيام الماضية. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم بسبب سيطرة لمرتفع جوي في عموم أو في مختلف طبقات الجو، عمل على غياب هذه السحب واستقرار الأجواء بشكل عام. ننتقل الآن لخرائط توزيع درجات الحرارة. نتحدث عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة، ونتحدث عن الارتفاعات المتتالية على درجات الحرارة. يوم الثلاثاء استمرت كتلة هوائية معتدلة الحرارة بالسيطرة في عموم مناطق، كسرت أجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية تحديدا، بينما كانت ربيعية دافئة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. لكن هذه الأجواء ستتغير تدريجيا مع اندفاع لكتلة هوائية دافئة من المناطق الجنوبية من مصر والجزيرة العربية باتجاه المملكة خلال يوم الأربعاء، وبالتالي هناك ارتفاعات واضحة على درجات الحرارة خلال ساعات نهار يوم الأربعاء، لتصبح الأجواء ربيعية دافئة في مختلف المناطق، حارة نسبيا في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. تستمر درجات الحرارة بالارتفاع أيضا يوم الخميس مع استمرار لهبوب الرياح من المناطق الجنوبية من مصر والجزيرة العربية، وبالتالي هناك ارتفاعات متواصلة خلال نهاية الأسبوع. ننتقل الآن وإياكم لخرائط أو للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية 9 درجات مئوية، الملموسة 9، رطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء كما ذكرنا هناك ارتفاع واضح على درجات الحرارة 21 درجة مئوية كحرارة عظمى على مستوى 13. تستمر درجات الحرارة بالارتفاع خلال يوم الخميس 24 درجة مئوية إلى 16 درجة مئوية كحرارة دنيا مع أجواء صافية بشكل عام. يوم الجمعة تنتشر كمية من الغيوم العالية 25 درجة مئوية، أجواء ربيعية بشكل عام خلال عطلة نهاية الأسبوع، أما الصغرى تسجل 15 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.